باب الكعبة المشرفة، المهندس منير سري الجندي يرحل عن عالمنا بعد أن وافته المنية في مقر إقامته في ألمانيا، تاركا وراءه أثرا وإرثا لن يمحى. فمن هو مصمم باب الكعبة المشرفة منير الجندي؟ هو مهندس سوري الجنسية، اختصاصي في التصميمات والعمارة الإسلامية. ولد في مدينة حمص وعاش في ألمانيا، وكانت السعودية قد قررت تصميم باب للكعبة من الذهب الخالص، وذلك عقب صلاة الملك خالد بن عبد العزيز في الكعبة المشرفة عام 1397 هجرية الموافق 1977 ميلادية. اختيرت ألمانيا لتصميم الباب، وطلبت المملكة مهندسا مسلما لأن اسمه سيكتب على باب الكعبة المشرفة، فكان اختيار المهندس منير الجندي. استخدم في صناعة باب الكعبة والباب الثاني المؤدي لسطح الكعبة 28 كيلوغراما من الذهب الخالص بتكلفة أكثر من 13 مليون ريال سعودي. يبلغ ارتفاع الباب 3 أمتار وعرضه مترين مع عمق يقارب نصف متر، ويتكون الباب من دفتين وقاعدة مصنوعة من خشب الماكامونغ الذي ينتج في تايلاند، وهو أغلى نوع خشب موجود في العالم. واستغرق صنع الباب حوالي عام ونصف العام.